ولا يهمك صاحبك هذا. ايوه الاحمر كيف يجيب احمر معلم؟ حبايبي الكرام بهذا المقطع راح نشوف مقاطع السيد ونشوف شو عامل بفري فاير معلم مدمر الوضع من الاخر من الاخر من الاخر يا طيبين خرج عن السيطره. راح نشوفها بعد يلا ندخل بسرعه ونبلش. بس قبل كل شباب لا تنسوا تسووا صلاه على النبي لا تنسونا بزر لايك وشي مهم شباب فاتحين قناه جديده شباب اللي ما شافها يروح يشوفها شباب لانه هناك راح يكون في اشياء لوز اللوز. يلا نبلش. ايوه بالسبعه هذا على حسب كلامكم. فالمهم خلينا نشوف الحين مع بعض كيف نقدر نحن ندخل. طبعا الله وش فهمت معلم انه قاعد بده يختار يعني يلف الحظ مو حاضر حاضر شوي السلاح السكار الاحمر مطور للشيء هذا نقدر نحن نجيبه يا جماعه. فخلينا نحاول نستوعب الموضوع احتاج. طيب انا الله معلم نعرف هذا الشيء يعني لازم نشيل هالشيئين وعروفه معلم اني أوكي. اختار اتوقع شيئين مع الشيء اللي احنا راح ناخذه اتوقع من اختار هذا وبنحط على هذا صح لا وين رايح معلم لا طول بالك ابو سيدك وين رايح يا معلم وين هدي لا 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 وين راح يجيب العيد المعلم اظن يلا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعملها الشيئين راح ناخذهم والحين نسوي يا جماعه دقيقه هذين راح ناخذهم والريموف لا لا سويت ريموف ثواني والله على بالك نختارهم راحت عليك يا برو راحت عليك راحت عليك راحت عليك الشيء اللي كنت شو شيء معلم روحته ما عليه يلا مو مشكله مو مشكله خلاص راحت عليك برو راحت عليك خلينا نشوف شيء ثاني ايوه كان سكوره ماشي الصوت اوه ليش ضربوا معلم ليش ضربوا اوكي يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام ليش هيك عملت ليش مسكين يا جدك انا بعد كل شيء قاعد اسوي سيء او ماي جاد كل شيء قاعد اسوي غلط في اللعبه كل شيء غلط ما اتذكر ولا شيء من اللعبه اه عمري ما اسوي ولا صح شيء صح نفس الموضوع بالضبط سلاحي ما يطلع سلاح صح صح معلم بتصير مع تقريبا يعني مع نسبه خلينا نقول 80% من اللاعبين فري فاير بتصير معلم بتصير معنا لما يصير في تحديث او شيء ابديت بندخل كليتنا ب 1000 حيطه معلم بوم صباح الخير ومساء الخير يا للرب يا سلام اول احمر ودخل عليه حز لو يضربني قمت مديله مديله احمر راح فيه بدلته برضك حمار حمار يا معلم اسطوريين والله اللاعبين فري فاير بام الله العظيم لك شعار بلوس غيره معلم غيره اوبا اديله والله انا اعمى يا با انا نظري ضعيف اوكي جابه بلا سياح بلا سياح معلم بلا سياح بلا سياح معلم بلا سياح بلوس اوكي نشوف معلم هوني معلم قاعد عم يبربر السيد معلم نازل بربره اسطوره اللي بعده معلم كفو اسلحه وراي والله بلوس خوي خوي خوفني خوي خوفني ولا يهمك معلم ولا يهمك صاحبك هذا ايوه الاحمر كفو يجيب احمر معلم ساعدني يلا ساعدني شو بدي اساعد فيه معلم اوكي اوه ما عجبتك كله احمر امس السيد هذا صار هار ولا كيف اوكي هون المعلم عم يقول لك صاحبك النوب كيف يطيح النوب ويعاود يرجع لنفس السكواد عمل جيد بعت لصاحبك هذا المقطع عليه وخليه يجي يرد عليك بهذا المقطع تحت بالوصف اعمل له تاك اعمل له تاك تم رصد العدو تم رصد العدو أيوة. تم رصد العدو هيا تم رصد العدو تم رصد العدو اتبعوني النجدة هيا عمل جيد هيا هيا صبر تم رصد عمل هلو شو عم يصيرون اوكي معلم هون عندنا صاحبي المحترف القنابل دخل معي جيم واكتشفت انه محترف فلافل شوف قنبله معلم برمي قنبله صاحبنا جوكر اوكي جوكر سيد صوته شوف الصوت معلم سيد راح فيا ها نشوف اوبا طلعوني كامل الا الجوكر يا الهي خلاص اخر مره معلم بعد شو يا اخوي سيد معلم فري فاير اخوي سيد يعني اخر شيء اخر شيء لازم تحصل على السكين
حظك مثلي مع لعبة زبالة بلعبة فري فاير بالأحداث. دايم برو. اوكي هون عم بيقول لك فرحان انت انك هربان من سكواد اللي فنش سكوادك فجأة. اوكي ايوه تمام. العدو قادم. العدو قادم معلم. اكلناها اكيد صارت مع الكل. مشى مشى والله مشى معلم مشى وودع البطولة. اوكي هون عندنا معلم عم يقول لك فرق بين سكواد وسكواد العدو. ايوه معلم مع الكل فرج. ايوه لعبة سهلة. ايوه هذا سكواد يعني سكواد يعني. ايوه النجدة احتاج الى مسدسات. النجدة حبيبي والله معلم شو اللي انا ما فهمته اللي هي العكس اللي فيه بروفيشنال ايفونات وبي سي جيمر كذول يعني سكوادي ولا ما بعرف شو فهموني انا صراحه ما فهمت فهموني. هون هون عم يقول لك حظي باختصار. ارجع شوف هون عم يقول لك حظي باختصار. ايوه هي انا هي انا معلم هي انا هي انا هي صراحه انا بدون اي شيء هي يطلع ايطاليا ديك الساعه. أب شوف 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 يا زلمه بتاكل احلى ساعه لانه اسفت. شوف شوف معلم شوف 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 على السريع معلم طلعت لفوق. دايما بتصير معي معلم عادي. ثواني هون معلم عم يقول لك اللي فهم فهم فهمني. ايوه حط الجي. اوكي لاعب جوا شغل الغمى حطه معلم. قنبله قنبله معلم بيحط قنبله. شلون هي صارت معلم؟ حد يفهمني؟ ايوه الو ايوه يلا سيد بفري فاير معلم اخيرا. او ماي جاد او ماي جاد توكن توكن واخيرا خلصوني خلصوا فلوسي علشان خالصه احصل السكن هذا نقار. ايوه فانتوم شلون اخذه؟ اقدر اخذه خلاص ولا شو اسوي؟ اوكي حبيبي عطني السكن وضعك باللوز مبلغ فلك. لا معلم الصراحه معلم يعني عزفت معلم بالاحداث مرات. الاول الفتره الاخيره شاب عم بيطلع متجر 90 اي ما اعرف شو عم يصير معلم حد يفهمني. ايوه هون عم يقول لك معلم سيد من اول ما بداوا فري فاير سيد نزل اللعبه. لا هي مو الاوائل مقطع واحد في السابق هي اوائل فري فاير مليون و600 مشاهده بس. ولكن بس ولكن كشكل هيك معلم هي لحالها على حسب اللوبي ما لوبي يعني فيها شيء ابو سنتين وشوي صراحه يعني جاب هالكثر مشاهدات طبعا. يا سلام ايام زمان يقول لا قديم عليهم قديم فيها قديم فيها بالشغل 3 سنين كمان مو بس سنتين اكثر من 3 سنين وشوي. يا سلام يا سلام يا عجاد معلم حبيبي والله ما في اي شيء زياده. ايوه فرجونا معلم فرجونا ايام البيوت وما بيوت ولا اشياء. ايوه اوه الخواز الشكل يا سلام. اوه ام 60 ايام زمان ايام يعني هيك معلم هي هي يعني نهاية الفيديو معلم شوية يعني شوية ممكن حزين ممكن يعني بيرجع الذكريات شوي بس مش هو معلم. اوكي حبيبي الكرام هيك بكون انتهى مقطعنا اليوم ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع. اذا تحبوا نعمل مقاطع ثانية واكثر واكثر لا تنسونا بزر لايك. شباب رجعني شوي هيك رجعة حلوة واسطورية بدنا تحركون وضع بدنا اياكم مهمتكم الله يسعد لي اياكم يا طيبين. اوكي شو رايكم عملت غيرت شوي ديكور جديد هيك معلم عم ظبط شوي شوي شباب نحسن من الجوده والمونتاج وكل هالشغلات ان شاء الله الايام الجايه راح تكون بلوز. ما تنسون شباب تشتركوا بقناه جديده موجوده بالوصف. اوكي اشوفكم على خير. السلام عليكم.